الحمد لله، اكيد هذه شي حاجه تفرحني. اول حاجه بعدا الفانز ديال سعد هما وافيين بزاف وتيامنوا باي حاجه تيديرها سعد، فسعد امن فيا انا كموهبه وكصوت، وهما يعني كملوا في داكشي اللي كيدير ودعموني ومازال باقيين تيدعموني الحمد لله. كان سعد بيناتكم هنا كاين في المغرب، شنو كان غيقول لك على الاغنيه؟ اول حاجه تما نقول الله يفرج عليه يا ربي وبلاصتو بقات كبيره، غادي يفرح ليا بزاف اكيد، وغادي يزيد يشجعني وغادي يعطيني نصائح كيف ما متعود انه تعطيني نصائح، فهادشي اللي كاين. سعد ديما كان تيقول لي بقى انت ما تبدلش نهائيا، لا شخصيا لا فنيا، وفنيا نكون يعني مقتنع بالقرارات ديالي وخلاق منشبهش الناس الاخرين، والجد الجد الجد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.